تزايدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بخاصة عقب إعلان كوريا الجنوبية نشر صواريخ باليستية جديدة ووقف الولايات المتحدة العمل باتفاق تبادل المساعدات الغذائية بوقف التجارب النووية لكوريا الشمالية ووصف الأخيرة تصرف واشنطن بالعدائي. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في تطور لافت سيرفع نسبة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، كشفت سيول عن صواريخ كروز جديدة وعن قيامها بنشر صواريخ باليستية تكتيكية متقدمة أقوى من النظام المطور بواسطة الولايات المتحدة، ويستطيع إصابة أي هدف في الجارة الشمالية. القوات العسكرية الكورية الجنوبية نشرت صاروخ كروز يتميز بأفضل مقاييس الدقة والهجوم، ويمكنه الإصابة الفورية لأي هدف في أي مكان في كوريا الشمالية. الرئيس الكوري الجنوبي ليم يونغ باك زار وكالة التطوير الدفاعي في بلاده غداة هذا الإعلان، وأكد في إيضاح أقرب للفلسفي أن السلم يتطلب الاستعداد للحرب. يمكننا تجربة قدرة الصاروخ على التدمير، لكن هذا بهدف التوصل إلى السلام ومنع الحرب. ليم يونغ باك أشار إلى أن الكوريين هم الأمة الوحيدة المنقسمة في العالم، ويواجهون أكثر القوى العالمية استعدادا للحرب، وما تفعله بلاده هو صراع من أجل الوجود. تعبيرات فسرها محللون بأنه قصد بضمير الجمع كوريا الشمالية والجنوبية من دون أن يحدد هوية العدو المشترك. تصعيد سبقه إعلان بيونغ يانغ خلال احتفالات مئوية الزعيم الكوري الشمالي الراحل، خروجها من اتفاق وقف التجارب الصاروخية وكشفها عن صاروخ جديد بعيد المدى. على الرغم من فشل آخر تجربة لإطلاق قمر اصطناعي أكدت سلميته، وشككت في ذلك سيول وواشنطن وطوكيو، لترد الولايات المتحدة بوقف المساعدات الغذائية ومجلس الأمن بإدانة مجمل العملية. على هذه الخلفية برزت اتهامات تشير إلى أن بكين ساعدت بيونغ يانغ بتزويدها بالمنصة حاملة الصاروخ الذي فشلت عملية إطلاقه، على الرغم من أن العملية منافية للقرارات الدولية. تطور يرى المراقبون أنه قد يدفع بالصراع إلى مستوى آخر، لا سيما مع حديث بدأ عن توجه طوكيو وسيول لرفع دعوى ضد بكين. تدهور العلاقات في شبه الجزيرة الكورية يثير القلق، خصوصا أن الجارتين تعتبران في حالة حرب لعدم توقيع معاهدة سلام منذ توقف المواجهات بينهما. علوية فينغرادوفا، روسيا اليوم.